أكثر شيء ينطلب مني بالتعليقات من قبل الشعب الكبير، سوي مقلب ديجراي. يا أخي وصلت المرحلة حسكم تريدون تسوون مشاكل قوة بيني وبين ديجراي. أنا أسوي مشاكل بيني وبين ديجراي؟ أي نعم. اليوم راح أسوي مقلب البنت في ديجراي. شلون آيفر؟ راح تشوفون المقطع وتفهمون. بس قبل ما نبلش، إذا تريدون تسوي بعد مقالب وصلوا هذا المقطع 100,000 لايك. الواحد يشوف المقطع شو يسوي؟ حط لايك. بس حط لنا الانترو. عايز روحي بودي جارد سيكيورتي. اوكي الربع، حاليا مثل ما تشوفون قبالكم حتقولوا لي ايفر اكو مشكله، اسمك نفسه، صورتك هيجي. راح نجي هسه نغير صورتنا سريع، فراح نطب هنا انا بالضبط. لا غلط، راح نطب هنا انا بالضبط، هم غلط. راح نطب هنا انا بالضبط صحيح، وندوس تعديل، وبعد التعديل راح نروح على الصور الرمزيه. خلصنا من الصوره حاليا، نريد نغير الاسم يعني حتى نضبط امورنا ويا سيد ديجراي العتيق. شو نسمي الاسم؟ هي سارة. اي واحد يريد يغير اسمه من ولد الى ابنه يسميه سارة. لازم الاسم مستخدم الفعل. منو مسمي روحه جلادة؟ ليش يا اخوي جلادة نقطة؟ يعني شنو عناد؟ اوكي زين، الشغله الثانيه يا شباب، لازم نضبط لبسنا اكيد. فما نريد نضبط نفسنا لازم نروح نفتح باكجات. انا فتحت باكجات اوريدي. باكجات اللي هي مثل ما تشوفوها قدامكم، راح نختار احنا سكن البنيه اللي هو وين؟ اللي هو هذا. يب انا اشتريته والامور طيبه. سحب قبله الظلام. يا ابو ديجراي شوف الرومانسيه راح تصير بيناتنا. نخلي السكن هذا ويا التاج الوردي عالمي. هسه احنا امورنا جاهزه، بس انتظر انصب على ديجراي. الامور طيبه. ايش راح يجيب لي ديجراي هيجي؟ بعدين تشوفون شلون يا الربع. طبعا انا نزلت برنامج ما تغيير صوت. اوكي هذا كلش مهم، فراح نجربه هسه اللي هو راح اغير صوتي بيه على ديجراي على اساس انا بنيه. الو ما انتوا تسمعون ولا؟ طبعا يا الربع انا متفق ويا اتش بي. طبعا اتش بي راح يفوت ويا ديجراي دي يصورون بالتجمل الممتع، فاتفقت ويا اتش بي انه اتش بي اذا فات ديجراي قل لي حتى انا ادخل عليك، افتح مالتك التجمع الممتع حتى انا ادخل عليك. هذا راح يصير بالضبط هسه. اوكي شباب، مثل ما تشوفون هسه قبل شويه اتش بي دز لي دعوه. اي فات سلام. الو 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 يا عسل، يا قمر، يا جبن اتش بي رجاء. انا فخر اخجل. ما دخلتك. ملابسك حلوه يا الربع. دقيقه. تعالي تعال خلينا نتعرف. من وين انت؟ انا من العراق. من العراق؟ اي من العراق. صراحة يعني صوتك جميل. هاي شكرا. تعال. شوف اوه باش دي يسوون هناك. اي ام ساد. خلي احنا نسوي مثلها. انا وياك. انا من يوم رايح اغار عليك. اوكي بقى لا تقول لي هدايا عيد الحب وما عيد الحب. انا ما عندي هدايا من هسه. قل لي. لا لا انا اريد بس حب. هذا لزق والله، لزق والله. ما انطق ملابسي. وخ. هلو يا عسل، يا قمر، يا جبن عربي. تعالي تاني. لا 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 تعالي لزقين. تعالي امشي. الله ايش قد حلو. انا مريض. تريدين تعالي؟ يلا تعالي. بقى بالبدايه شنو؟ عندي هديه. غمضي عيونك نزل راسك وامشي. يلا. تعالي 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 تعالي. شوف هنا انا. دقيقه تعالي رفعي راسك. رفعي. الله شوفي. اي لاف يو. هاي الي. اي لك. انا اي لاف يو. يلا تعالي خلينا نركب بالمنطاس ويانا وياك. هاي شنو هاي؟ انا وخرها. ما يخالف خليها. اجي. ايش فيه؟ بيني وبينك الحكي غير. والله شاك فيها هاي. لا مبين عليها صوت بنية. شلون صاك يا اخ؟ وين صوت بنية؟ وينك بنية صاحك لك؟ تعال حبيبي وين رايح؟ الو تعال بس هذا اللطشه خليه يروح لك. لطشه وخر من انا. اي الله دبابة. تعال يا حبيبتي. تعالي تعال 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 للدبابة. وي
شلون هنورك صح؟ تعالي تعالي بقى عندي شركة هاي دقيقه عندي احلى احلى شوف هاي رقصه مال البنات مسكين لا لا شوف شوف الله الله عد اياها تعال تعال انا بعد اياها شلون حلوه انت وين يا اخو حبي ايش قد عمرك ايش قد عمرك انا 21 واحد فول فول شباب لقي بقى من يوم رايح اغار عليك تاخر نجرب هاي ها شنو هاي الاعتراف بالحب اريد اعترف لك ها تعترفي لي شوف تعال تعال هسه لازم نتزوج تعالي يلا يلا تعال معزومين لا دقري هل تقبل الزواج من ببوته اقبل اقبل ببوته هل تقبلين الزواج من دقري اقبل لانكم الان زوج انا وزوجه باي تبكي وين راحت هذا تبكي بس بابا بابا تعال زوجنا زوجنا تعال زوجونا شنو انتم متزوجون اذا تبكي خطيه ما اقدر اكسر قلباني اوفيهم اوفيهم ذولا ذولا حاقدين ذولا حاقدين علاقه بيهم ترى انا قويه باللعبه تعال خلينا نتعارك نتعارك اي انت ما تدري فيني بعد دقيقه انا ما اقدر اضربك انا ما انت آه شنو هاي ما اقدر اضربك انا تبلع وربي ابلعي لا 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 اشياء قويات ها مو زعلين لا حسا ما يا معود ما اقدر اضربك انا انت مو مرتي لا 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 ابلع زين انا بدي اقول لك شغله من صعد للمطاطه بدي اقول لك شغله يلا تمام انت جاهز حتى لك بشغله اي شوف اول شيء انا كلش انعجبت بيك هذا هو الاعتراف لما ادري حسيتك حلو لاعب قوي وصوتك حلو يا اخي لا 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 تخليني صراحه الشغله الثانيه اوكي اي شلون الشغله الطيبه وربي عرفت وربي عرفت شلون الشغله الطيبه شلون الشغله الزينه منورين حيوان يا حيوان بس ما ايش كاتب لك على يمنا دقري الزاهد انا صوتك قلت لك رايحين دقري بس تخيل تخيل وياي مقطع باليوتيوب ينزل سويت مقلب البنت في دقري الزاحف الو والله العظيم هاي دقه من رواقي صربي حبيبي عادي دقري هاي الحياه يعني زين واذا اقول لك انه انا اعرف بهاي السالفه وايش بيقول لي قبل لا يدق النخصه بيك حبيبي انا هاي الامور كلها ما تهمني ايش كتبوا لك من كنا بالمجمع القاتل مجمع القاتل اوكي يا ربا اكيد قبل ما يخلص المقطع لازم يكون اكو شويه جلد اوكي وماكو احلى من جلد ليفيك بس هم لازم نتسامح ويا ديجري لان ديجري زعلان مني من ورا المقلب فالدقار والله انا جدا اسف يلا يلا مقبولة بس يعني انا اعرف اصلا من البداية كنت مقلبتك انا لا اخي احسك كذاب احسك تطلع روحك لا يا بس ايش دو سكواد اي ضل ايش دو سكواد يشككم حبيبي مالك انا دقيقة انا ضايج منك اسكت لا دقيقة احنا نتسامح بالاخير لا يلا تسامح بيناتنا اهم شيء محبة بيناتنا انت ماي برو ضل اي اقول لك شو احنا انا وياك بس شوف جهزت لك الماب كله على مودك ايه شوف شلون فعلينا اصدقاء لانه ايه يلا تعال نرقص نرقص وين رقصتنا يلا الرقصه يلا 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 لك صارت بالتفاح لا تضوج مني دقري من اسوي لك مقالب عادي لا عمي والله لا ضايج جاهز دقري وين الزلم وين شو جيبه بلعه اوه ايفار نزلوا هواي بقى احنا هسه لازم نكون قلب على قلب اقول لك استعدك اي عندي اسكيس وديبي ايه احنا مو اصدقاء صح تعال يلا احنا اصدقاء ومحبه بيناتنا هذا السلاح يعني اذا اخذت الديمو وانطيتني الاسكيس يعني دقري انا اسال اقول لك اصدق تعطيني الديمو وتحفظ الاسكيس انطيك روحي وحياتي لا عاد يلا هذا الواحد الجليد مات لوك لوك جوني ابلع جوني ايفر ماشي وجيت وياك وقعت واحد بيهم واحد وقع اصعد فوق اني عليهم هذا يمي نوك ما دينت اخ لحقني ابلع
بالله عليك انا فنش لك يا فنش لك يا انا كفو كفو بس لازم نكبر بس واحد ترى طفر 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 شوف انه نصير حبابين وسوى اصدقاء شلون جديد ايه اول ديد كلها بالعالم لوك 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 تعال دول بده يصيحون ايفر ها يلا يلا لوك 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 وينهم لك تعال لك وين 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 ما ادري من كل مكان ترى لوك 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 يبي بالبيت يبي بالبيت اصعد التين ما ادري وينهم ها وينهم ما ادري شباب هي هاتي 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 ما دا اشوف احد لا تقراي راي فنش فنشني راح اخذ لك حقك بشرف يلا تعال يلا وينك انت ترمي كفو لا يلا ما يخالف فايبر ما يخالف تدري تدري شنو ديجراي المهم المهم انه احنا صداقتنا متنا واحنا اصدقاء الله ايه الله الله هذا المهم لنكون صلاة المقطع ما تقولوا استمتعتوا اذا تريدون بعد نسوي لكم حلقات مقالب ديجرا بس مقالب اقوى من هاي وصلنا المقطع 100,000 لايك حبكم هو شايفكم اخو تشوف شنو اشتركوا بالقناه مش مشتركين وبس مع السلامه